بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 77. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في الحلقة السابقة نتكلم على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وتوقفنا عند قوله وأولي الأمر منكم، وقلنا إن هذا فيه وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين، تحريم الخروج عليهم، تحريم معصيتهم ما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل، وما لم يخرجوا عن الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: ما لم تروا كفرا بواحا، اسمعوا وأطيعوا، وما لم تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان. فما دام الوالي من أهل الإيمان فإنه يجتجب طاعته ويحرم الخروج عليه، حتى ولو كانت عنده مخالفات لا تصل إلى الكفر والخروج من الإيمان، حتى ولو كان فاسقا أو جائرا أو ظالما فإنه يطاع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وسلب ظهرك أو جلد ظهرك فإن هذه مضرة جزئية على من وقعت عليه، ولكن الخروج على ولي الأمر مضرة عامة للأمة، فتجب طاعة ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا ما داموا لم يخرجوا من دائرة الإيمان والإسلام. وأولي الأمر منكم، وفي الحديث: من شق عصا الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. وفي الحديث الآخر: من أتاكم وأمركم جميع على واحد منكم يريد تفريق جماعتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، وذلك لأجل الحفاظ على جمع الكلمة وتوحيد الأمة ودرء الخطر عن المسلمين. فإن الصبر على جور الولاة وعلى ما عندهم من المعاصي والمخالفات، الصبر على ذلك هو مضرة، لكن هناك مضرة أعظم وهي الخروج عليهم. ومن المعلوم والقاعدة المعروفة أنه يجب ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. وما يحصل من الضرر في طاعتهم وهم ليسوا على المستوى المطلوب تماما، لكن لم يصلوا إلى حد الكفر، المضرة التي تحصل أخف من المضرة التي تحصل بخلع يد الطاعة والخروج على الجماعة، لما يترتب على ذلك من سفك الدماء، ولما يترتب على ذلك من تسلط الأعداء، ولما يترتب على ذلك من شق عصا الطاعة، تفريق الجماعة، تسلط الأعداء المسلمين. الأعداء المسلمين لا يزالون يحرصون على أن لا تقوم للمسلمين دولة، وإن قامت دولة فإنهم يحاولون تقويضها دائما وأبدا، ولو بأن يسلطوا عليها من أبنائها من يغررون به ويخدعونه باسم الدين وباسم الغيرة، كما هو الواقع الآن في مجتمعات المسلمين من ظهور فئات غالية باغية ظالمة تريد أن تفرق جماعة المسلمين، وأن تسبب لهم النكبات والكوارث وخلق الإخلال بالأمن. الله جل وعلا حذرنا من ذلك وأمرنا
نقيضة وهو اجتماع الكلمة. وأولي الأمر منكم. ثم قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم، الاجتماع واتفاق الرأي هذا محمود ومطلوب، لكن قد يحصل خلاف. طبيعة البشر أنه سيحصل خلاف. الله جل وعلا يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فالخلاف طبيعة البشر، وأما أنهم يتفقون دائما ولا يحصل خلاف فهذا مستحيل، وهذا تأباه الحكمة الإلهية. الله جل وعلا قدر أنه سيكون هناك اختلاف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فلا بد من وجود الاختلاف، ولذلك حسم الله ذلك بقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالذي يرد الاختلاف والنزاع إلى الله والرسول، والرد إلى الله هو الرد إلى كتاب الله هو القرآن، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته، قوله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فالخلاف لا بد واقع وحاصل، ولكنه يجب الرجوع لحل الخلاف إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك على يد العلماء الراسخين، لأنهم هم الذين يعرفون كيف يحكم على الخلاف، وكيف يعرف المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. هذا إنما يكون بيد العلماء الراسخين. ولهذا قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي هذا أن الخلاف لا بد واقع، وأنه لا يحسم إلا بالرجوع إلى كتاب الله، وفيه أنه لا يجوز البقاء على الاختلاف والنزاع كما ينادي به بعض الجهال أو المغرضين الذين يقولون بحرية الرأي وعدم مصادرة الآراء والرأي والرأي الآخر كما يقولون، فإن هذه دعوة إلى الفتنة وتشتت الكلمة. الله جل وعلا أمرنا بالرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المخطئ إما أن يمتنع عن خطئه وإما أن يمنع، ولا تترك الأمور فوضى، وكل له رأيه وكل له مستنده من الأوهام، فلا مستند إلا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يقتضيان أن المسلمين يحلون نزاعاتهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يرجعون في ذلك إلى نظام بشر أو قانون دولة، وإنما يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما كفيلان بحل النزاع بالعدل والقسط. ولكن كما ذكرنا، لا يتولى الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله لحسم الخلافات إلا أهل العلم وأهل البصيرة، الذين كما قال جل وعلا: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذا إنما يكون لأهل العلم. وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.